الحدث اللي صار إن كنا نايمين الساعة 4، تم خلع الباب من قبل قوات الجيش الإسرائيلي، ودخلوا إلى من ثم دخلوا إلى المنزل وقاموا بالسؤال عن شخص لا نعلم من هو، ولكن تم السؤال لأختي رجاء علي حسن كرسوع، وهي أيضا نلفت انتباه إلى الموضوع هذا أنها عندها إعاقة جسدية ولديها أزمة حادة كمان في التنفس. فقاموا بأسئلة لها، ومن ثم اقتادوها إلى مكان غير معروف حتى الآن. تم دمار الغرفة هاي بالكامل، الملابس، تكسير الأبواب، الباب غرفة النوم وباب المنزل الخارجي.